الاستاذ عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحه والاثار للرقابه على المنشات الفندقيه. مرحبا بحضرتك معانا يا فندم. مساء الخير استاذ شريف، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. الحمد لله. اولا احنا عندنا ال 25 فندق دول في البحر الاحمر وجنوب سيناء والقاهره. تمام يا فندم. المخالفات كلها شكلها ايه يا فندم؟ يعني ايه ابرز المخالفات؟ ابرز المخالفات سمعت حضرتك ان الاجراءات الاحترازيه اكثر من حاجه. احنا لما نلاقي فندق فيه 5-6 اجراءات المفروض بيعملهم، نلاقي فندق عامل اجراء واحد مثلا، ما ينفعش يبقى كده غير ملتزم. فبنضطر ان احنا الاجراءات دي عدم اولا الالتزام باستخدام المطهرات او وجود المطهرات موجوده، الدخول والتطهير من البدايه، ارتداء كمامات العاملين اللي موجودين، اكثر من حاجه موجود مش موجوده. فبنضطر ان احنا طبعا ما عنديش حاجه اسمها في القانون او القرار رئيس الوزراء ما فيش حاجه اسمها انذار، ما فيش، دي على طول عقوبه 7 أيام غلق. قبل كده كان 3 أيام في القرارات القديمه، دلوقتي بقى 7. طب هو بيتقفل اسبوع، الناس اللي فيه بقى بيعملوا ايه؟ بص يا فندم معلش يعني فضولا عايزين نعرف. طبعا طبعا بالنسبه اولا القرارات ال 25 دي مش امبارح ولا النهارده، دي في الفتره المرور اللي فاتت خلال الشهر اللي فات. طب ما ده قليل كده، ده اكيد هتلاقي اكتر. ما انا مع حضرتك. فاحنا طبعا اللجان اللي شغاله بصفه مستمره موجوده وبتقوم بالدور بتاعها. احنا ما بنقفلش غير اللي فعلا مش ملتزم خالص، يعني حتى ما بيساعدناش ان احنا نتعاطف معاه في ان هو نديله فرصه، لان بنلاقي مثلا اجراءات فيها قصور شديد جدا، فبنضطر ان احنا نعمل هذا الكلام. بالنسبه بقى للجزئيه اللي حضرتك بتتكلم فيها، هو الناس بتروح فين؟ قرارات الغالي الاداري بتاعتنا احنا مش متعسفين. انا بالفندق لما بيطلع له قرار والجهه بتنفذ، بشوف الموقف عنده ايه بالظبط، الناس اللي موجوده حاليا لمده مثلا 3-4 أيام قدام، ببدا امنع عنه دخول الجيست بتاعه اللي جاي له بعد الـ3-4 أيام دول، ما يستقبلش حاجه جديد، ويعمل تزنوي للناس دي يحولها في مكان تاني، يخش مكان تاني. في فنادق كتير او شركات عندها اكتر من فندق في نفس المكان. يعني هو ما بيستقبلش حد لمده 7 أيام، ما يستقبلش نزلاء جدد بالظبط، والناس اللي فيه يروحوا فندق تاني يتحولوا على فنادق تانيه. الموجود حضرتك اللي موجود في الفندق بيكمل ايامه عادي جدا، بيكمل ايامه، انا ما بقومش اوقفه دلوقتي، لكن الفندق نفسه ما يستقبلش حد جديد، ما يستقبلش حد جديد لمده اسبوع. ففي الحاله دي بقى يا اما يحول على سلاسل تانيه، يا اما هيلبس الخساره، هيلغي الناس اللي جايه له. امال هي العقوبه هتبقى فعاله ازاي؟ طب والاسبوع ده يا فندم قابل للتجديد ولا حضرتك بتعمل اعاده تنشيط له، او بتقول له هفتح مره تانيه ازاي؟ بفتح مره تانيه ازاي حضرتك؟ في فتره الاسبوع لما بيتم الغلق وبيدفع الغرامه، لجنه بتنزل تتاكد ان الاشتراطات دي اتنفذت او موجوده. ايوه بسمح له يفتح ويشتغل تاني عادي خالص. لكن هو ما يفتحش اوتوماتيك بعد اسبوع. لا يعني بيقفل معاك بمحضر ويفتح من عندك بمحضر. بالظبط، بقرار وبيفتح بقرار، القرار الفتح بيطلع بعد ما بيتعين مره اخرى ويتاكد ان القرارات، يتاكد ان احنا الاجراءات موجوده بدات تتوفر تاني ويلتزم بيها. قرار رئيس الوزراء بيقول لو عاد المخالفه تاني ايوه يتطبق عليه العقوبه بدل اسبوع تبقى اسبوعين. تتضاعف العودة، تتضاعف العقوبة. واخد بال حضرتك؟ فاحنا مش عملية الغلق ان الناس دي بنمشيهم، لا، ده ضيف عندنا لازم نحافظ عليه لحد ما يخلص المدة بتاعته 3 أيام 4 أيام ويتنفذ الغلق بعد كده، ونمنع استقباله عشان يتحس ان هو ان في التزام. يعني واحنا كل هدفنا ايه؟ احنا خايفين على اكبر نسبة كانت في انهي محافظة يا فندم من الاوتيلات المخالفة؟ بحر الاحمر. بحر الاحمر مستوياتها مختلفة، يعني 3 نجوم 4 نجوم 5 نجوم ولا بالظبط؟ 3 و4 بالذات. 3 و4. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية، شكرا جزيلا يا فندم.